نايم على الأرض، ده باين له شارب. يا أستاذ أنت مين؟ أنا البواب بعت لي أقضي لك حاجتك. لا مش عايز حاجة، أمشي أمشي من هنا. استنى، عارف تعمل شاي؟ مش عايزه بالنعناع كمان. أي حاجة، خلاص. طيب. صباح الفل يا استاذ سيد. انا زعلي اتدهولت ليه كده يعني؟ اتدهولت؟ حضرتك تقصد ايه بالدهولت دي؟ خصوم منك كتير قوي. لا يا راجل، ايه كده؟ مش عارف. فضل فلوسك ودي الاستلاف وبروح صلع مع مديرك، شكلك كده مش هتعمر يعني. الشاي هات المفتاح معاك. لا ده بتاع البواب. طال استقبالات المفتاح. ما عدتش تيجي هنا تاني، اتكل على الله. يلا استنى. تأمرني بحاجة؟ خدي. بالسلامة. طيب. بلا ست نوسة بلا زفت. بقولك ايه، كنت بتهببي ايه عند صالح؟ ابدا والله. ابدا والله يا بت، ما تلعبيش بايديلك لحسن اعلم عليك. ما تخافيش يا ست، صالح هو اللي علم عليا، قال لي اعملي شاي وبالنعناع كمان، وانا اللي طول عمري ما حد علم عليا، خلاني عملت له شاي وخلعني من الشقه، وانا اللي عمري ما حد خلعني الا بمزاجي. طب قولي، مش عايز اشوف وشك هنا تاني. جايب النعناع. شوف دي الاول نقله صغيره. اديله يا ها، اديله يا حمار. ماتش وحش قوي. ده مين اللي بيلعب؟ اهلي وزمالك. علي واقعد اقعد. ماتش ده مش فاول؟ الحكم لا. كم كام؟ 0-0 يا عم لسه. يلا يلا بقى. ومن امتى اخويا انت بتسال في الكوره؟ يا ابني انا كنت لعيب زمان بس بطلت. اه احمد توفيق محمد اهو لوحده اهو. حقك يا حسين يا سيدي. بقول لك يا عمر. ها عم بقول لك على حاجه. شوت شوت يعني علي. انا بس بقول لك خير يا سيدي. ربط. انا كده فهمت. معلش انا كنت عايز منك 50 دولار وهديهم لك اول شهر الجاي. تاني يا علي؟ فلوس تاني يا علي؟ يا ابني انت بتسحب فلوس كتير. هنشحت مش هنلاقي ناكل. اعمل ايه بس؟ اعمل ايه؟ صبحي خصم مني فلوس الشهر ده كتير قوي. اديني 50 دولار وانا هديهم لك اول الشهر الجاي. اصل خليل عايز مني. يا فيها خليل. ماشي يا علي. ايوه اوعي تخليه يمشي. انا داخله عليكي اهو يا نوسه. نوسه اوعي تخليه يمشي عشان خاطري. ها لازم تكلمي صالح، ما ينفعش مفاجاه كده. لا لازم مفاجاه عشان هو كان لازم يعدي على اخته، مش كل مره يجي ويهرب كده. بقول لك يا مجد حط لي شويه كمان. طبعا يا عم، انت جالك اللي بيدفع. انت مال اهلك يا مجد؟ ليك تاخد فلوسك وبس. يا عم خلاص، خد هات يا عم الحاجه. انت بتعمل ده؟ خد ودول هدية مني على حسابك يا جدعان. خد انت بتدي حاجة؟ بدي طول عمري بدي. شو صدقك يا اخي. كل قول يا عم. قول يا عم. ما تديله البسكوت يا مجد. يا عم خليك في حالك يا عم. يا عم خد في داهية تحت اسمك. يا عم انا مش واخد بالي. اديله البسكوت. خير متجمعين كده ليه على الصبح؟ مين نجيب في سيرتك يا قمر؟ شوف الراجل وحشتك ولا ايه؟ مجدي دايما يجامل على طول. بجامل ده ايه يا اخويا؟ ليه؟ هو انا مش قمر؟ قمر ايه؟ ده انت قمر وشمس، ده انت المجموعه الشمسيه على بعضيها. حس صاحبك عني يا شوقي، شكله عاوز يعيده من تاني. يا ريت واحنا الطول. بس ما دام اتجمعنا كده
انا كنت عايزك في كلمتين انت كده انت مشغول. لا يا اخويا انا ورايا شغل وعندي زباين في المحل. ده كلمتين على طول كده بس انا كنت بصالح النبي كده عايزكم في مصلحه. مصلحه ايه يا مجد؟ يعني كنت عايزكم تكلموا صالح كده على البيت، يعني البيت بقاله فتره كده مقفول ومركون ودود وبتاع، وانا كنت عايز اشتريه. بس البيت ليه اصحاب بكره يسالوا عليه، وبعدين صالح واخواته روحهم في الحته. انا ماليش دعوه بالبيت، انا مش عايز البيت، انا كل الحكايه الدكانين اللي تحت دول، بدل ما هم مقفولين كده افتحهم انا وهلهم تعيش ونرزق كلنا، اخلي الدكانين دول للشاورما والعربيه دي للبسكوت، قصدي للسمين. يعني انت عايز تأجر منه الدكاكين؟ اه. اعمل ايه بالبيت؟ اهي رزق لينا كلنا، انا ارزق وهو يرزق وكده. طب يا اخويا ما اخد منه انا الدكاكين دي على الاقل اوسع عندي بدل الجحر ده. حلو قوي. لا ده البيت احلو في عينيكوا، اشوف لنا بقى حاجه تحلو في عينيا يا بسكو. سلام عليكم. راجل الناقص. خد يا ست الكل. هو السكوت علامة الرضا ولا السكوت هنا غضب ولا ايه؟ صالح صالح كده يا صالح تجري اختك وراك. ازيك يا هند؟ الحمد لله كويسه. بقول ايه؟ اجيب الشاي؟ لا صالح وحشتني يا صالح. بص لي يا صالح، بص لي عشان خاطري. طب خلاص يا هند، ما بحبش حد يخطبني. بقول ايه يا جماعه؟ ما نطلع الشقه فوق عشان نعرف نتكلم. نتكلم في ايه؟ يلا نطلع الشقه يا صالح. يلا يا صالح. يلا يا صالح عشان خاطري. محدش يقلق، كله زي ما هو. الله يا باشا، الجو ده مخدوك كده ليه؟ لا مؤاخذة أبدا. خير؟ أنا بس كنت جاي أسأل سعادتك، إحنا هنجدد ولا بح كده؟ بكرة إن شاء الله تيجي تاخد إيه؟ مفتاح الشقة ولا إيه؟ لا الأجرة. طب هي هتزيد 10%؟ عادي أنا جاهز. طب يا باشا يعني ما الزمكش غدوة، عشوة، شوية مية، أي حاجة؟ طيب الله الله الله. طب ما الصحبة حلوة يا باشا. دول زمايلي بنذاكر. أعرفك كلية علوم زراعة هندسة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طب بما إن الأساتذة موجودين كده وأنتوا أصحاب حلو، أنا ممكن أسأل حضرتك سؤال؟ أه طبعا اتفضل. هو يعني الواحد لو مؤاخذة لو مات وهو مليان عيوب كده، تفتكروا ربنا يسامحه؟ أه كده الكلام عايز له قعدات كتيرة. احنا في مجتمع كله عيوب. المجتمع ايه يا اخوانا؟ احنا مالنا مال المجتمع؟ ما كل واحد اضرب حاله يا جدعان. واضح كده ان انتوا اخر لخبطه زي كل الناس. لا لخبطه ولا حاجه، انت بس اللي محبكها شويه. طب انا هستاذنكم انا بقى يا جماعه، لو يلزمك اي حاجه يا باشا لغيني. ربنا يخليك يا ماهر. سلام عليكم. مع الف سلامه يا ماهر. مع الف سلامه. توصل بالسلامه. سلامه يا استاذ.